زي ما كنا بنقول منذ قليل مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة الصحافة اللي بينورنا فيها الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير عليك. أهلا بيك يا أستاذ باسم، صباح الخير على كل المشاهدين وكل مشاهدي إكسترا نيوز. صباح النور يا أستاذ شريف، واسمح لنا أن احنا نبدأ باستعراض أبرز العناوين نشوفها مع حضرتك ونرجع نعلق عليها. تفضل. بنجدد مع حضراتكم الترحيب بضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف، وهنبدأ جولتنا يا أستاذ شريف من جريدة الدستور. جريدة الدستور فيها خبر بيقول: تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدء صرف الدعم النقدي الشهري لمستفيدي تكافل وكرامة بعد إضافة الأسر الجديدة. حضرتك شايف إزاي أهمية برامج الحماية الاجتماعية وأيضا جهود الدولة في هذا الشأن، خصوصا مع التحديات الاقتصادية اللي بيشهدها العالم حاليا؟ بداية أحب أن أؤكد أن كل هذه التعليمات وكل هذه التوجهات تنفيذا لبرنامج السيد الرئيس الذي قطعه على نفسه قبل الترشح إلى الفترة الجديدة من رئاسة الجمهورية. برنامج تكافل وكرامة هو أحد البرامج المهمة أعتقد في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، لأنك عندما تهتم بفئات كانت مهمشة مجتمعيا، فئات غير مدرجة حتى في قواعد رقمية، أن تدخل إلى هذه الفئات في القرى والنجوع، أن يساهم الشباب المصري في عملية رفع الكفاءة لهذه القرى وهذه المدن وهذه النجوع بهذه الكفاءة التي نراها يوميا. أعتقد أن هذه الفئات لولا اهتمام الدولة المصرية ومراعاة البعد الاجتماعي وعدم التمييز بين الطبقات، يعني محاولة إزابة الفروق بين الطبقات، هو ده الهدف الرئيسي من تكافل وكرامة. أيضا الوصول بمرحلة يعني فيها نوع من كرامة المعيشة للمواطن، وخاصة أن هذه القرى وصلت إلى مرحلة من اللا آدمية في المعيشة، بالتالي تطويرها ووصولها إلى هذا الشكل الذي نراه يوميا وفقا لمؤشرات تطور هذا المشروع ومبادرات حياة كريمة، ده أكبر دليل. وأنا في رأيي أن إعلان السيد الرئيس للجمهورية الجديدة من خلال إطلاق هذا المشروع هو أكبر تأكيد على أن الدولة المصرية في طريقها الصحيح. نعم، طيب يعني الدعم هنا بيأتي من كذا اتجاه ومن كذا نقطة مختلفة. نتحدث دلوقتي عن الدعم النقدي من خلال مستفيدي تكافل وكرامة. هنروح مع حضرتك إلى خبر آخر في جريدة الأخبار، والعنوان بيقول: مصر تكثف جهودها لإنجاح قمة شرم الشيخ للمناخ.
طبعا نتكلم على كوب 27 اللي هي تكون مستضافه في مدينه السلام مدينه شرم الشيخ في نوفمبر باذن الله. حضرتك شايف اهميه الاهتمام بهذه القمه، عدد الحضور، التركيز الكبير عليها خصوصا لتحويل ما تم الاتفاق عليه سابقا في القمم السابقه الى واقع والى خطوات جاده تنفيذيه ان شاء الله في هذه القمه او من خلال هذه القمه. اولا قمه كوب 27 او الدول ال 27 المتعلقه بالتغيرات المناخي، اعتقد ان اختيار مصر وشرف مصر لتمثيلها وان تقام هذه الاحداث على ارض مصر هو انتصار كبير لمصر. اولا هو امتداد لما تحدث فيه السيد الرئيس مسبقا في الطرق المؤديه الى تنفيذ اتفاق باريس. ايضا هو مراعاه الدول الافريقيه. هذه الفرصه هي فرصه كبيره بالنسبه لبعد مصر الاقليمي وبعد مصر الافريقي. ايضا كل ده يؤدي الى تحقيق امنيات العالم في مساله التغيرات المناخيه وما يطرأ عليها في مساله الانبعاثات الحراريه وغيرها. ايضا هو يمثل راس اولويه للدوله المصريه التي تتجه إلى معالجة التغيرات المناخية. يعني أن تدرج هذه القضية على رأس أولويات الدولة المصرية بما يساهم في وجودها إقليميا وعالميا، لأن قضية التغير المناخي هي قضية عالمية وليست قضية إقليمية. هي تضع مصر في مصاف الدول المهتمة بالتغيرات البيئية على مستوى العالم. من وجهة نظر حضرتك أستاذ شريف، هل سرعة التغيرات اللي بيشهدها العالم كله لأثار التغيرات المناخية في الفترة الأخيرة بما فيها من جفاف لأنهار ما كانتش بنشوف فيها جفاف قبل ذلك، من حرائق، انتشار حرائق غابات وغيره وغيره، بيزيد من قمة أو من أهمية هذه القمة المقبلة والأمال المعقودة عليها؟ هي مهمة بكل المقاييس، لأن هذه التأثرات وهذه التغيرات الكبيرة تحدث في القارة الإفريقية بصفة خاصة. فنحن أولى بذلك، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أن نكون على رأس أولويات الدولة المصرية أن تهتم بهذه التغيرات هو انتصار كبير. أيضا الوضع الإقليمي لمصر، وجود قمة زي كوب 27 في شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر المقبل إن شاء الله، ده انتصار كبير لمصر. كبير فعلا على مستوى العالم. أن نهتم بهذه القضية وأن تكون في مدينة السلام في شرم الشيخ. يعني كل التوفيق بإذن الله في هذه القمة لكل المشاركين فيها طبعا على أرض مصر الطيبة. هنروح مع حضرتك ومع مشاهدينا لخبر آخر من جريدة اليوم السابع، وهو بعنوان مصر وخطوة جديدة نحو تعزيز الأمن والاستثمار، واللي بيتكلم عن انضمام مصر إلى منظمة شنغهاي للتعاون. حضرتك شايف أهمية خطوة زي دي وتأثيرها على التعاون ما بين مصر والدول المختلفة طبعا عامل إزاي؟ كما هو معروف ان منظمه شنغهاي تاسست من ما يقرب 20 سنه تحديدا في 2001 بتضم 8 دول رئيسيه، وفي مقدمتها روسيا والهند وطاجكستان وغيرها. انضمام مصر كشريك في هذه المنظمه بيمثل لها نقله كبيره، اولا في مساله تحقيق التنميه المستدامه، في مسألة التعاون الثقافي بين هذه الدول. أنا بعتبر أن المكسب الكبير من الانضمام إلى شنغهاي ده يعني مكسب مهم لمصر، خاصة في مجال التعاون بين هذه الدول. حتى وإن كانت شريك وليست عضوا أساسيا، هو في حد ذاته أيضا ذو أهمية بالنسبة لمصر. تمام، بيفتح افاق في في نهايه اكيد جديده للدوله المصريه من افاق التعاون. طيب هنروح مع حضرتك ايضا الى جريده اخرى، وهي جريده الوطن وتحقيق جميل الحقيقه عن موسم حصاد القطن المصري. التحقيق ده كان بعنوان الذهب الابيض فتح في غيطان مصر، فلاحينك ملاحينك. حضرتك يعني بتنظر ازاي الى جهود الدوله في الاهتمام بالزراعه بصفه عامه وبزراعه القطن المصري بصفه خاصه، واللي ساهمت بشكل كبير في رجوعه الى سابق عهده من السمعه بقى المصريه المعروفه او السمعه العالميه المعروفه عن القطن المصري؟ اولا دعني ان اؤكد ان القطن المصري هو صاحب السمعه العالميه الاعلى على مدار القرن العشرين. ربما يكون قد اصيب باهتزازات او بصدمات ما نتيجة سوء معالجة وسوء عدم توفر التكنولوجيا المناسب لهذه الصناعة ربما،
ولكن الدولة المصرية تحاول استعادة عرش هذا الذهب الأبيض، خاصة أن هناك مثلا مصانع في لندن تأسست على القطن المصري طويل التيلة مثلا، فلك أن تتخيل المكان بتاعها بيعمل على القطن المصري، ده حقيقة. وحتى هناك بعض المنتجات في سواء في الاتحاد الأوروبي أو في أمريكا حتى يؤكد أن هذه الصناعة هي صنعت من قطن مصري. ده دليل أن هذا الذهب الأبيض لابد أن يستعيد عرشه مرة أخرى. وأعتقد أن الدولة في الاتجاه إلى مسألة دعم العملية الزراعية عموما، مسألة المشروع 1.5 مليون فدان، مشروع 100,000 صوبة، كل هذه المشروعات هدفها بالدرجة الأولى أولا التأمين، صناعة الأمن الغذائي نفسه والتوافر وسط أزمة عالمية تمثل حرب بين روسيا وأوكرانيا، أيضا وسط أزمة الكوفيد التي لازلنا نعاني منها حتى الآن. مجرد أن توفر مصر هذا المخزون الكبير من الأمن الغذائي المصري وأن توجد المنافذ القادرة، يعني أنت لو قارنت بين الاتحاد الأوروبي الآن وأمريكا في المنافذ البيع للسلع الغذائية وتواجد الكميات فيها، وتنظر إلى مصر هتلاقي تجد أن الدولة المصرية منها مش موجودة عندنا، ده دليل على أن مصر أحسنت إدارة عملية تنظيم المنافذ الغذائية خلال العامين الماضيين وسط الأزمة العالمية، من خلال بقى الزراعة ومن خلال أيضا توفير السلع الاستراتيجية، توفير المخزون أولا، ثم إعادة النظر إلى سياسة التوزيع في المنافذ. طيب واحنا بنتحدث عن الامن الغذائي يا استاذ شريف، في خبر اخر وهو اخر الاخبار المحليه اللي هنشوفها النهارده مع حضراتكم من خلال هذه الجوله، خبر من جريده اليوم السابع بعنوان 8 محاور بتضمن الامن الغذائي بخطه الدوله 2022-2023. حضرتك ممكن نستعرض اكثر او نتحدث اكثر عن هذه المحاور، وحضرتك قلت لها بتتحدث عن الامن الغذائي واهميته خصوصا في الفتره دي مع توقعات بان الشتاء القادم هيكون في مشاكل في العديد من المنتجات او المحاصيل الزراعيه عالميا. من المؤكد، يعني انا اجزم ان الدوله المصريه كانت سباقه في التعامل مع الازمه خلال العامين الماضيين، وده زي ما اشرت لحضرتك من شويه ان مسألة كوفيد ومسألة الحرب الأوكرانية الروسية، كل ذلك استطاعت الدولة المصرية أن تقف صامدة أمام ذلك. أيضا نحن لدينا مجتمعات زي ما بنقول مجتمعات بيئية ريفية، يعني الدولة المصرية تحاول أيضا أن تعيد استغلال الأرض الصالحة في سيناء للزراعة، أيضا ضم سيناء إلى محور الاستغلال الزراعي المصري، بحيث أنها لا تكون جزءا منفصلا عن مصر، لا هي جزء من التركيبة المصرية والأرض المصرية. أيضا مسألة المجتمعات المحدودة الريفية، بمعنى أن هناك نوع من تحقيق الاكتفاء أو السعي إلى تحقيق الاكتفاء داخل المجتمعات الريفية، بالتالي ده الصناعات تبقى مرتبطه ببعض في الصناعات حتى القائمه عليها، مثلا زي صناعات النخيل وغيره والتمور والى اخره، دي كلها صناعات بيئيه محليه، فلابد ان تقوم قائمه على المحيط بتاعها او تخدم المنطقه المخصصه ليها. ايضا المشروع الكبير اللي احنا طبعا كلنا الحمد لله بنجني جزء كبير من ثماره دلوقتي، وهو مشروع 1.5 مليون فدان، ودي نقله كبيرة ما حصلتش في تاريخ الزراعة في مصر، وخاصة أن مصر كحضارة وكدولة هي في الأصل قائمة على الزراعة، يعني الأصل في الشيء أن مصر ليست دولة صناعية، مصر دولة زراعية في المقابل للدرجة الأولى يعني. وكل يعني هذه الجهود ساعدت بالفعل ان احنا بنصل الى 60% تقريبا من الواردات وارداتنا من القمح من محليا من المحاصيل الزراعيه، والرقم مازال في تزايد كل سنه بعض الاخرى. طيب هنروح مع حضرتك الى الشان العالمي وتحديدا طبعا الازمه الروسيه الاوكرانيه. بنقرا من مبتدا خبر بيقول او بيتم من خلاله تاكيد ان الولايات المتحده بترفض مد اوكرانيا ببعض انواع الاسلحه،
أيضا في نفس السياق من الدستور في خبر من روسيا بيقول إن واشنطن ستكون طرفا في النزاع إذا زودت أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، أو إذا زودت أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى. شايف حضرتك هذه التصريحات إزاي والارتباط ما بينهم؟ يعني تصريح من هنا ورد عليه بتصريح آخر من الجانب الآخر. دعنا نؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعطي لأي حليف سرها بالكامل، ومسألة الإمداد بالسلاح هو إمداد مشروط، هو الهدف هو وقف المد الروسي. تمام. ولذلك فإنها تعطي سلاحا بالقدر المعين الذي يمكن أوكرانيا من وقف التقدم. نعم. وليس أكثر من ذلك. طبعا. فبالتالي الولايات المتحدة دائما لا تعطي كل أسلحتها أو كل سرها بالكامل، هو مجرد الوقف. هو وده اللي انعكس حتى على أسلوب أوكرانيا في استرداد بعض الأراضي التي استردتها خلال الفترة الماضية. تمام. طيب يعني بنشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ شريف، احنا كده بنكون وصلنا إلى آخر الأخبار اللي كانت موجودة في الصحف معنا. حضرتك نورتنا كالعادة. شكرا جزيلا الأستاذ الكبير شريف عارف الكاتب الصحفي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا أستاذ باسم. شكرا لحضرتك مشاهدينا.